ما تقدر توفرها هنا، عرفت؟ حلو. انا لو اقدر اوفرها هنا صح. انا اتحضر لو تدخلني مع باب ذاك. لا والله والله هي في مفردات والله. يعني زي اللي قبل قلتها، ما اتوقع اني بقدر اجيب زيها هنا. يعني يوم اقول من مسار النور الى درب الفضاء، سلام، سلك الدرب الطويل المعتبر، جمرة في الصدر والجمرة غضا، الصبر يا نفس وش غير الصبر حق، من دونه لوهيب ولضا، وان وصلت الحق احفر لك قبر، ماضي يمضي وماضي ما مضى هو عشانه بس، انا سقت الحبر القضاء، لو كان يكسبني الرضا فالكسر احيان ما يفيد الجبر والرضا، لو كان خير من القضاء ما يفيد السيف لو يشفر شبر. طيب ما راح اقدر اجيب زي المفردات هذه يعني، وانا ما مارس طقوسي الخاصه يعني ما. بس انا عندي قناعه اقول دامني خرجت بشيء يرضيني هنا، ما هو بقصورا في المكان، بس اقصد يعني الطقوس الخاصه فيني عشان اجيب يعني اكتب قصيده، دامني خرجت بشيء مجرد انه يرضيني ان شاء الله اني يعني اموري كويسه يعني. في قناعه داك مقتنع خلاص امور طيبه. ولا حقت السكر هذه. والله اني جالس انا وولد عمي ويقول، وانا من الناس اللي يحب السكر في الشاي، واحنا كنا الظاهر ثاني يوم العيد، مدري ثالث يوم العيد، ثاني يوم العيد في الليل بنصبح على ثالث العيد اخر، لا والله اول يوم العيد بنصبح على ثاني العيد وفي الليل كالساعتين، وفي كافي في الدرعيه والله نسيت اسمه نشرب شاي، وانا من الناس اللي احب كثر السكر. المهم قال لي ولد السكر يذبحك، يقول يوم حضر الشطر الاول وتكمل، والله انما اني محضرها عندهم ومقفلها عنده واحنا جالسين. طبعا احنا في لهجتنا احيانا شو يقول لا تخلون شيء ما تجيبونه من هالكلام. المهم قلت انا عاد مطلعها، قلت تكفون ما في السكر ما تحطونه. لا ما ودي اشرب مراره فما فيني، شارب من الهم مره واعرف شلون يكفيني اللي شربته، بس يكفيني اللي يحط الجمر من فوق غليونه، ما ذاق حر الجمر وسط الشراييني، مشكيت همي لو ان همي تشوفونه، ولو ان نفسي لو اسكن بيت من طيني، لعزه الراقيه للمجد ومتونه، الكايده ابو من ربي بكره تزيني، نفسي لو انها من عن الوقت مغبونه، موتي ولا انه يطيح الدمع من عيني، جرحي دفنته ولا بيكم تعرفونه، يا همي اللي ثلاث سنين حادين، وش عاد تبغى في صدر كثر تطعونه، لا طب ينفع ولا حتى مداويني. الله 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 السلام. بس والله اخي بجلسه كذا تكتب ابيات ما ادري انا تراني سريع واحب لو حضرتها اقفلها. هو سبحان الله ترى كل شاعر يختلف عن الثاني، في بعض الشعار تدري في بعض الشعار قصيدته عشان يخلصها تاخذ معه شهرين ثلاثه اربعه. كيف تجي تكتب قصيده ايش تسوي؟ من طقوسي انا اجيب بيت القصيده، اجيب بيت للتاريخ بعدين ابني عليها قصيده، لان القصيده اذا ما جاء فيها بيت عالمي او بيتين او ثلاثه ما اكيد لازم 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 لازم. يا اخي انا نظم ما سمعت لك شيء. ها نظم ما سمعت لك شيء. ولا راح تسمع. ها ما راح تسمع. لن ترى النور. ها اي لان ما انا مرضاني عشان كذا ما داني اقولها. النظم شوف النظم اذا ما جبت نظم عندي تغريدات، خلي انت بنظم قصيد طويل، تبغى قصيد طويل ولا قصيد وسط؟ شوف كيفك الخيار لك. إيه؟ لان الثمان ابيات فوق تعتبر والله مشكلتي انت تعرف من ناحيه اني ما احفظ، والله العظيم ما احفظ، وان الناس يجون يعلموني حتى قصيد حقي يقول هذا من يقول لك. اذكر مره هذه جت صدفه يا مناحي انت وعلي يعني سبحان الله، وبديتها وهذه عاد ما طولت معي يعني بسرعه خلصتها. وانا من الناس اللي اكتب قصيدي واحفظه لاني سريع الحفظ. ما شاء الله. قلت عسى الله يعين اللي مفارق لذيذ النوم،
مفارق لذيذ النوم ولا يجد الراحة. راحة ما تفرق معه بالغد ولا اليوم، تساوت أيامه تلاقيه نطاحة ويا عارف بالعلم. لا تحطني في اللوم ترى صاحبك طايح، والأيام طراحة يجاهد عسى يقدر على حيل ثاني يقوم. لو إنه وحيد يجاب هالدنيا في الساحة، وأنا والله إني ذايق الخنجر المسموم ومن طعنتي يحتار طبة وجراحة. يقولون تو العلم ما جالنا بعلوم، ولا فيه لم صابك دوا غير براحة. تريح عسى الله يكشف العلم ثم تقوم، ولأن كان من كشفت ترى موتك الراحة. السلام. ليش دائما الطعم بياتك معنا؟ لا تسأل تكفى، لأن الإجابة ما ودي أجاوب صراحة. لكن أغلب قصيدي ترى، لأن بقولك شيء إجابة عامة، ترى أغلب قصيدي موقف، أغلب قصيدي موقف، أغلب قصيدي موقف. والله شوف ترى قصيدة الموقف أحيانا يكون حمال حاجتين، أحيانا يكون شيء إيجابي وأحيانا يكون شيء سلبي. والله أنا ما شفت منها. والله أنا كلكم سمعتكم قصيدة أبياتي اللي على اللي جات على اسم خالد. لو أنها زعلت مني بعض بعض الأشخاص، لكن أنا فيها وتناولت القصة اللي حصلت على اسم خالد. إيه ما سمعتها. لو تسمعنا. هذا يوم من الأيام صارت لي معاملة في مكان ما، وعلى أساس أنها ما تطول أخذت لها فترة طويلة، وكل ما جيت يحولا من خالد الفلاني الخالد الفلاني، ومن خالد الفلاني الخالد الفلاني، ومن أبو خالد الخالد. هم كذا تصادفت الأسماء. صادفت الأسماء أنه يا أبو خالد، يا أبو خالد، ولا اسمه خالد. خالد خالد الوكاد. طالت المدة الفترة طويلة. يا سلام. قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه المؤمن كيس فطن. ويقول الشاهد من آل مر للمؤمن الكيس. أجي ولا تدري حتى أقرب ربوعي واقف ببابه، وأنا ظني به كويس حسب مجاني كلام من دار بسموعي للمنصف اللي على الهقوات بتسيس بتوقيعك أشوف موضوعي ومشروعي. من قبل لا أجيك قمت أعد وأقيس أمشي برجلي تقول أمشي على كوعي، من شان لا طبت بي أشيد وسيس وتقصيرك بقلبي اللي دونه ضلوعي. رغم المواعيد ماني منكم مأيس، وأنا أتردد على الإدارة أسبوعي، ومن خالد النايب اللي خالد الرئيس، والظاهر أنه ما خالد غير موضوعي. سلامتكم. سلام. هذه على طريقة أنا كنت أنا معك، كان بيني وبين واحد موضوع ولعل فيه زعلت أنا، المهم أنه موضوع بس. وأنا أقول قلت البارحة أنه والله نهذيب عاد، وحتى الرجال شو يقولون الرجال في الخصومة هيجي رجال. قلت البارحة إيه، قلت البارحة والذيب يعوي على الذيب، والعلم كايد والذيابة تناظر. واللي يتمنى مع الشلفة يحيب ما ظن بالشلفة تطيب الخواطر. واللي تحس به مخطي اليوم هم صيب، واللي يجي عابر يروح وعابر، واللي يشيل الحمل من دون تحسيب لا بد ما يلدغ ولو كان شاطر، واللي على حقه يسوق المطاليب يقول أنا ما أقدر ولو كان قادر، ترى التردد لا يودي ولا يجيب وترى التهور يندرج في المخاطر. سلام صح لسانك. شوف هذا أنت قبل شوي تقول ترى الرجل، ترى حتى الرجال في خصومه هيجي رجال. هذا الشطر سبب صار لي قصة على أثر هذا الشطر. سلام. هذا يقول هذا المطلق ابن دعيج الميزاني يقول ولا وعند الزعل ما ادري كيف كاد فيك ومنك ترى الرجل او ترى الرجال حتى في الخصومه يجي رجال. نعم. هذا يوم من الايام يمكن 2018 او 2019 كنت موظف في مكان. موظف؟ كنت موظف في مكان. وكان معي تقريبا على نفس الشفت اللي انا امسكه كان معي احد الشباب من الدول العربيه. ويعني كان يعني الامور ماشيه
مصلح وإيه بالله. وهو يا أخي ما أدري أنا كنت، وهذا والله أنا مع الكلام اللي يقوله ما هو علشان، بس إنه يعني أنا كنت دائما محسن الظن فيه درجة. فكنت وأنا جاي للدوام ما أجي أجيب معي شيء وأحسب حسابه معي، سواء مثلا أكل بسيط ولا سواء مثلا أنا كنت مقترب، ما كنت بالحفر، كنت مقترب. فشاورما عصائر أحيانا أمر أشتري لحاجة أحسب حسابه معي وكذا، وأنا والله أني كنت محسن الظن لدرجة. أي بالله لين يوم من الأيام أشوفه بدأ يزعلن وينرفزن، والله ما أدري هو الغاية أنه والله ما أدري، بس هو كاد أنه أو يبي يتخلص مني. لين أحد المرات شينت معه، أذكر برمضان شينت معه لدرجة والله أني يوم جيت اليوم الثاني حنا بالليل صارت على ما يقولون الشباب هدة أو انقرة. أي بالله خشيمية، حنا نقول خشيمية. أي بالله خشيم بدو. يوم جيت ثاني يوم وامر والله بالطريق، أنا حاط بالي ما أحسب حساب نفسي، بس ما أحسب إنه معي. يوم جيت باخذ وقفت علي موقفه، قال لي أمس معي، إنه ترد معي أمس أن أمس ترد معي ونرفز لدرجة، وحتى أني يعني بتر مني بعض التصرفات وبعض الكلام اللي والله العظيم أني بين آخذ له معي، وأنا كان كل الفترة هذه ما أنا مقصر معه، ويبدر منه مثل التصرف أو الكلام اللي بدر أخذ ما أخذ أخذ ويفطن، والله الذي لا إله إلا هو، ويفطن علي شطر مطلق ابنة عيج اللي يقول ترى الرجال، ترى الرجل حتى في الخصوم رجال، والله العظيم وكاد أكمل العادة اللي معي. يوم أقبلت وجيت الوكاد، وحتى والله أني ما حسيته، قال لي له حطيته على طاولته وخدت اللي، ولا حكيت حتى السلام عليكم ما قلت. أي بالله الرجل لا يعني على ما يقولون أسقط في يدي، الرجل لدرجة يعني استحى من موقفه وكان منحرج مني لدرجة، بالرغم أنه يعني أنا ما صلحت الأمور ولا بطيت وتركت المكان بما فيه القصيدة. لكن أنا ما المقصد والله ما هو الموقف كثر ما هو الشطر اللي خلاني القصيدة يحل المشاكل. ذاك اليوم في واحد أخطأ علي الله يستر عليه، قال لي كلمة ما تنقال ودمحت أهله. أنا كنت برد عليه بوقتها صراحة، يعني ما أقول لكم أنظر عليكم أني يوم والله أني جيت برد عليه ذكرت لي بيتين العبد الله بن جبيب الله رحمه يقول صدق تقل موحيت لو أنك أوحيت عن الردية طيب ما هي رخامة، والله ما تندم عليها اليقفيت قفاي ذيب عن وليش تهلامة. على طول الشطرين جت في عيني سبحان الله، الهام من الله وأنا أقفي عنه، وهو حس بغلطته وجاني وحب خشمي وحب راسي واعتذر مني. قلت له يا رجال مسموح، أخوان يصير بينهم طال عمرك أشد من كذا هذا الكلام. لكن شوف القصيدة أحيانا يحل مشاكل ترى، وشوف ما حليم جاء واعتذر منك. إيه؟ وأنا أقوله حتى ذاك حتى قبل فترة قلته، الواحد إذا حصل مثلا بينه وبين خوية مشكلة ولا شيء، هو مشكلة، المشكلة غير مشكلة دائما تكون واضحة، لكن سوء فهم، خلنا نقول سوء فهم ولد مشكلة. إذا سمعت منه كلام وجيت بترد لا ترد على طول، إذا كان خوي يعني وعزيز، لأنك يمكنك فهم غلط، يمكنك أصبر شوي ثم بعدين عاد تبين من الرجال. إن كان عاد فيه خطأ فأنت توقف للخطأ بموقف الرجال اللي يعني ترد الرجال للطيب، حتى ليش يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالم فأنت ترده للحق، وإن كان مظلوم فأنت تنتصر له وتجيب حقه يعني. طيب أعطنا شيء مما لا فيه. أنا أذكر على قرار كلامك، أنا كل ما نسمع اللي يمر من عند فارس النواف، كل ما نسمع، أنا بعد قراءة واطلاع وكذا مرة قريت تغريدة أنه كل ما نسمع، وفعلا قمت أخذها مقياس أنه وش ما سمعت عن من يكون، عن من يكون، فهو ما يخرج عن ثلاث. أما يكون الأول لا إله إلا الله،
هذا قل النوم سبب نسيان. نعم. جيب الثانية جيب الثالثة. آفة العلم النسيان هذا اليمس. إيه أنت مس جاوبت عليه آفة العلم النسيان. غير موضوع. لا نسكر الفقرة لأن هذا الكلام دسم ولا ودي أجيب شيء وخلي شيء. يا تجيبها كاملة شوه لا لكن أجيبها كاملة إن شاء الله هم الليل ولا وقت ثاني. شوف إذا دسم طويل يعني لا, لا 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 ما هو طويل لكن بإذن الله. يا سلام هذا اللي نعوضكم إن شاء الله وقت ثاني. طب عطنا أبيات شو أنا الله عام كذا محور الكون عطنا طيب أبيات شيء أبيات فيه أحيانا يجيك أحد والله فيها أبيات كثير ولها لكن أحيانا يعني أذكر من ضمن دافع كتابتي لهذه البيتين كنا مرة جالسين مع الشباب واحد نصح واحد إنه يسوي خطأ قال له تبي نصيحتي سو كذا الله يعيدها النصيحة والله قلت يا فلان يا أخي بعض الأبيات سبحان الله هي تسوق نفسها قلت يا أخي مصادر الأحكام ما هي على أساس ودلتك ما هي بدلة صحيحة صحيحة والله أن بعض النصائح من الناس نصيحتي لك ما تشيل النصيحة بس لا نصيحتي لا. لك ما تشيل النصيحة نصيحة لا لأن يوردك على خطأ ما هو يوردك على صح أبيات كثيرة فيها أبيات أحيانا تستفزع لك بواحد ومثل ما قال بصري وضيحي يوم قال يا ليتنا من حجنا سمينا أحيانا تستفزع لك بواحد وليتك سلمت من فزعته ممكن يجتهد معك ويخرب شيء ما قصده تخريب لكن يعني هذا القدر صارت قصة لكنها الشاهد منها الأبيات أذكر قلت اللي يحاول يقطع الشك باليقين اللي يحاول يقطع الشك باليقين واللي يجتهد يمكن ينقص ما عطى يخطي بحقي وحق نفسه مرتين اللي يبي صحح صح لي خطأ الله السلام إيه بلا هذا بيعتوى القصص واجد والله والله أهم شيء طال عمرك أنا أشوف أفضل القصائد اللي يعالج المشكلة هذا فيه واحد طال عمركم بينه وبين ولد عمه مشكلة ونوى تصل يعني تكبر المشكلة فغزه الشيطان وركب السيارة متوجه الولد عمه فكان مشغل الرادو فسمع له قصيدة أنا والله ماني حافظ القصيدة لكن يوم سمعها وقف ويسمعها 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 طال عمرك ويدور وتعوذ من الشيطان وقابل نفس الشاعر هذا وقال له سلم عليه وقال له قصيدتك الفلانية ترى عالجت المشكلة أحيانا سبحان الله لا صار العقل يستقبل النصايح والأفكار خاصة إذا ما كان مقفل بعض الناس مخه مقفل والله لو تنصح طال عمرك لو تذكر بآيات قرآنية ما يفيد معه صح لكن بعض العقول سبحان الله يفهم على طول على طاري الزعل وما الزعل كان لي خوي في الكلية ترى طافي ما شاء الله لي خوي في الكلية شرواكم طيب جابين بين شو تفاهم تعالني ولا أتكلم يا رجال وحضرني من جميع تواصل دا وسائل التواصل إيه. قعدت أنا مع الأيام وكل ما قابلتها سلمت سلام الله رغم أن كنا ندوم سوا جاء من الأيام ما أفتح السناب أنا كنت حافظ لبيتين قلت لا تزعلني تحكم علي إني زعو وأنت تدري مستحيل أزعل إلا من بلا والعذر في بعض الأحيان ما يلقى قبول في وسط الصدر أنت في وسط الصدر زعل لينا أنت لا مشكلة غلطاتك ما تجي في أنصاف الحلو والمصيبة لك معزة وتقدير وغلا والله أي والله صليت الجمعة اللي كان من 11 صليت الجمعة شو يقول الجمعة رقم غريب يدق علي هلا قال معك كلام من فلان وانا والله ما اقدر اعتذر منك في الجوال ابغاك تقابلني الان واعتذر منك والله عاد رجال ما قصر قابلني وغداني اعتذر مني سلكت الامور بعدها فاقول لك بعض الناس بيتين تاثر فيه اي صح اكثر من عالج المشاكل انا الصايد اللي تاثر فيني حقت
محمد بن مريفد. طبعا الشعراء قويين كثار، بس احيانا سبحان الله تحب لك شاعر وهو قوي محمد بن مريفد، تحب لك شاعر وتحب قصيده بسبب انه يا اما لامسك او انه لامس ذائقتك، او انه واحيانا تحس انه يوصفك بعد في قصيده من قصايده، مو بشرط في كل قصايده. اللي يقول فيها تعبت يا وقت الشقا من يد نشيط بيد نشيط، او ان عزمي اكبر من طويق وجبال الصراخ، خلاني استعبط مع العالم وانا ماني عبيط، خلاني استعبط مع العالم وانا ماني عبيط، وادخل مع الابواب والمطلع مع باب النجاة، سلام اللي ما ابي دونك كليم ولا وسيط، حقي عليك اكبر من حقوق الامانه، للوصاه يا موصل حبال المواصل بين نال وكان، خيط طيب وتفعلها كذا من طيب ذات وطيب جاه، يا من ولد اللاش لضاقت على مثله يشيط، عزمك مثل موج البحر والبحر ما يلحق مداه يا ابو محمد، والبواخر من محيطي لا محيطي في بها صلف الهبوب اللي على غيره اتجاه، كم ليل تمرت علي عيد وفل الشريط، وانا من اللي فارق الدنيا ولا يبحث خفاه، صحيح لو بقول شي بقول ولساني سليط، لكني ادرى بعض مشعور به تحت كم العباه، يخيط جرحي بالخفا ولا لعله ما يخيط، وانطابت جروحي عسى وان طولت ما قلت اه كذا، عرفت ان الحياه ايام والدنيا خليط، وان المآسي ما يدون تحت اقلام الرواه، اقدر الوجه الرضي واشرح على الوجه البليط، اللي لا يذكر خير من دونه ولا يذكر وراه، ضيعتها والله، لكن انا احس ان هذه تمثلني في اشياء كثير. ما قصرت محمد ما يبت وعد قصائد. يقولوا لك في اثنين طبعا سبحان الله المشاكل في الحياه تلاقي 90% ان الاثنين فاهمين غلط، الطرف الاول والطرف الثاني سوفه، ولو تحققت من المشكله تلاقي ما في مشكله، لكن التفكير في المشكله مشكله بذاتها. فاثنين اخويا صار بينهم مشكله طويل العمر، سوء فهم، ما هي مشكله سوء فهم، طالت المده سبحان الله، يعني الشيطان حريص في كل وقت انه يحاول انه يسد الثغره، كلما صار فيه مجال للصلح ولا صار فيه مجال للخير جاك الشيطان سد الثغره فتح باب، والشيطان حريص ما يبغى، لازم يوقع بين العرب اعوذ بالله منه. فايش اسمه طالت المده لين تعب واحد منهم، اي والله جو علموا رفيقه قالوا ترى فلان خويك تعبان وكذا، فانه ما هو سامحه، قال الله لا يبيحه، اي والله دعا علي يا رجال اذكر الله صل على النبي، قال هذه قالها سمعوه البيتين دي، اي والله هو يبغى الصلح معه ويبغى الخير، ولان الشيطان حريص عاد بالله، والمشاكل مثل ما قلت لك 90% تصير المشاكل من سوء الفهم، والشيطان هنا لعبته يبدا يضبطها صح، يحضر ايه شوف كذا قال كذا قلت كذا سو كذا افعل كذا، ويجي عند هذا اي والله قال ارضني وارضيك دمنا على قيد الحياه، لا تجافيني وتبكي علي بين القبور، قال ارضني وارضيك دمنا على قيد الحياه لا تجافيني وتبكي علي بين القبور، يعني يقول دمنا احياء على قيد الحياه ارضني وارضيك، وخلنا نجي كل للثاني ويزور كل للثاني ويسلم علي، واذا مت والله ما ادري من اللي جاء ومن اللي راح، ارضني وارضيك دمنا على قيد الحياه لا تجافيني وتبكي علي بين القبور، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان. المهم انها قصيده تنجز لها والله. فسبحان الله المشاكل تحصل في البيوت، تحصل في بين الاخوان بين الازواج بين حتى بين الوالدين، ايه في الشيطان حريص، كل ما جاء الشيطان فتح ثغره فتح ثغره فتح ثغره ما يبغى الصلح. الشيء الثاني كل شيء تندم عليه الا تسامح، خلصت احد سامح ولا تسامح ندم؟ لا انا الشجاع الثاني ترى في الاخره سعاده العبد عند ربه مو عندك انت، ما تقدر تسعد رفيقك الا وين في الدنيا، هذا انا ترجمته صح بيتين. صح يقول من عاش متسامح وسامح حنية يرضى عليه الله ويرضى مواليه، اسعد قريبك في الحياه الدنيا في الاخره سعاده عند ربه. الله الله ابيت لك الله 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 اصلح لسانك والله. انا ما كنت ما كنت ما بالله بالله انك تعيده. يقول من عاش متسامح وسامح حنية يرضى عليها الله ويرضى مواليه، اسعد قريبك في الحياه الدنيا في الاخره سعادته عند واليه. نعم يا اخي انا بيت لامس انا ما كنت اقبل عذر اقبلها هدى على طول، مره من المرات جابيني وبين باكستاني خلاف
قال انا اسف، قلت لا ما في اسف. هو في الغمار قال انا اسف، قلت له ما في اسف. حول علي مبطني بطني 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 تحت. والله انك تستاهل. تستاهل. ارد لك طرد. من عقبها كل ما سامع قلت له شكرا. ولا انا اقول لك صرت اقبل العذر وانت بدا. اقبل العذر. اقبل العذر. الله يجزاه خير هذا. اعطاني درس. لا معروف عليك. نعم هو مدرس. خلاني اقبل العذر. هذا هو باكستاني ذا مدرس انا كان ادعي له. مدرس. الحين بقى اشمل باكستاني في الدعوه. نعم. شوف لا جاك الواحد اخطيت على واحد ولا اخطا عليكم تعذر ما تعذر انه ما تعذر هو راضي الخطا الا هو كفو الا هو كفو اذا ما قبلت عذره قبلت العذر زين عجب ما قبلت عذره ما جاء عبد العزيز اذا ما قبلت عذره معناته شال خطاه كامل وحطه عليك في شاعر على طال العذر يقول قبلت ايش يقول لا اله الا الله توها سمحت من طيب ذاتي؟ لا لا اللي يقول ايش يقول وعنك وعنك قفيت وقفة معي ظني يا الطاهر الله الله لو كان قفيت عني اي قفيت عني وانا قفيت عني وانا قفيت وقفة معي ظني يا الطاهر لو كان عذرك بعد ما اخطيت مثل الفرامل عقب ساهر الله اكبر انه ما في فايدة ما غير انا ذكرته قبل يومين للشباب ابي سلطان من بتلا يقول سامحت من طيب ذاتي سامحت من طيب ذاتي مره ومرتين وادرى جروحك وهي بين اللحم والعظام نظامي الثالثه ما سامح المذنبين ودي اسامحك بس المشكله بالنظام الله هيكم مرحبا يا ابو دويح الله حي يا مرحبا ابو دويح سلطان من بتلا شاعر شاعر فعلا شو الورق بالغد هذا الحين تبيكم ضغيط ها تبين ضغيط الجوع انا اي بالله شو بس ذا الحين وين عاد كيف ما ضبطها كل شيء جاهز خله خله انا عناب ذا الحين بروح اعاون تعال تعال عندك قهوه بروح اعاون اجيك وين فرشه هزه حطوها جيت انا وحن في سالفه هذه هزه الشباب قضبوا بيته والله من محبين محمد والله جيت انا وحن في سالفه علي نحطها هنا في قصيده بخينيه الشاعر اللي غنى حدا على حدا هديت القصيده هذه اللي ذكرت قصيده مشان عديتها وعجبتني تعبت من نطري السواليف الليله الليله حدا ما هي على البحر القصيد غنيت والشاعر لا هذه بدايتها الله الله هي على لا ما هي بدايتها الليله الليله حدا ما هي على الليله الليله حدا على البحر الحدا الليلة الليلة أول تحدي الليلة الليلة حدا ما هي على البحر البسيط غنيت والشاعر اللي غنى حدا هلي حدا إيه ما أدري كيف المحيط والله نقول كنا نحفظه الحين ولا بعد فيها الثاني اللي يقول ابن مرابط اللي يقول ذبحني غلاك الله لا يجزل بعد الخير اي فيه ذبحني غلاك الله لا يجزل بعد الخير وانا كنت احس بالبعد العاشق الخير وانا كنت احس بالبعد للعاشق الخير ليت الزمن يرجع معي يوم كنت صغير الاحلام محدوده هذا محمد تجزيره ما كنت اتضايق ضيقت لي غدالة الطير بجو خلا موحش ولا حوله مديره يلوح على الحلوه بعد ضاق منها عصير ونتى الموتره قبل الغياب وكسر قير خضرحتك ونتى الموتره قبل نواف اخاك وصل 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 ونتى الموتره قبل الغياب وكسر قيره على اللي تعبت انسى غلاه وتعبت اسير على جرته من يوم قفت مظاهيره حداني على شيئين يا الموت يا التهجير بعد كنت في بيت الغلغله سير مسيره طعني بسيف الهجر والبعد والتأخير مع أن الخليج بأكمله قرية صغيرة يقولون خيرة واعتبر كل شيء يصير وأنا أقول ما بكل خيرة تجي أنا أشهد الله يا أخي فيه قصيدة شاعرها مريبت شاعر ترى طبيب أسنان سمعت لقاء مع سلطان الحميدي مرة تعرفت على شخصية أكثر من هو ما أعرف شاعر ولا أبدأ يشيل وراء الشاعر الشاعر دكتور ما شاء الله ليه ثقف فاحت كلام طيب له اللي بعد يقول اللي يقول سافري وانسي معاك الموادع والسلام وافرحي وانتي من الحزن في عينك شدو ما هو بوقت الموادع ولا وقت الملام حتى لو حالتي ما هو وقت المعاتب ولا وقت الملام حتى لو حالتي بعد غيبتك حالة عدو والله اني ليلة موادعك عيت انام والعرب حسوا بحزني وضاقوا
وانشده وليتك معودني انك تسافر كل عام. كان ربعي يوم سلفت معهم من قدوا للغلاء عمر مسمى وللغصن انصرام والوصل في القلب بيته مثل بيته السدو السدو واعرفك لقبرت بك ساعة الوصل قلت الحظ قام يا بعد من حاولوا يوصلونك وقعد واعرفك واعرف مباديك يا مسك الختام وتعرفيني اللي الخيلة على البيداء عدو او هدو لا عدو جيت لك من يوم طيري على وديك حام وسقت لك عذب القصايد لاجل عينك هدو هدو ايه وسقت لك عذب القصايد لاجل عينك هدو ما حسبت ضيعت هالموم يقول في الاخير ما حسبت ما حسبت حساب هرجة قليل من الرحام رغم تفسير القصائد وتأويل البدو. الله شاعر مبدع سيدنا مبدع يا هلا مرحبا هلا بالنجاح يا اخي والله احييك والله احييك يا سلام محمد لا لا خلاص صلاة التحية لمحمد احنا مسح بالهاشتاج على اول اسم محمد المزري راح التحية كلنا واحد لا لا والله ما لا لا وقف وقف محمد انتم اثنينكم ونعم